احنا املنا بهذين، واحد رحمة الله والا اعمالنا، وما قدر اعمالنا في جنب نعم الله، في جنب عظمة الله. شنو قيمة هاي اعمال؟ احنا عندما نموت اولياء الله الان يشعرون بهذه الحالة، احنا عندما نموت نشعر بهذه الحالة، نشعر بالخجل الشديد امام الله تعالى. ولعله في هذه الرواية المذكورة في صلاة ليلة الدفن اللي لا يأتي على الميت أوحش من أول ليلة، يمكن بعد من أبعاد هذا، لأن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واحد يشعر بالخجل الشديد أمام الله. إحنا إذا شوية عندنا شعور، شوية عندنا معرفة، الآن نشعر بالخجل الشديد أمام الله تعالى. هذا المنعم الذي أنعم علينا بكل شيء، شنو سوينا؟ ما هي قدر وما قدر أعمالنا في جنب نعمك؟ ما قدر أعمالنا في جنب عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إذا واحد يدرك ما قدر الله حق قدره نتمكن. أملنا شيئان، واحد رحمة الله سبحانه وتعالى، لطف الله، عفو الله، والشيء الثاني شفاعة أهل البيت، فقط هذان الاثنان، رحمة الله وشفاعة أهل البيت.